طبعا حكينا احنا بالمحاضرات السابقة عن الكريبتوغرافي، وقلنا الكريبتوغرافي من الطرق المستخدمة في حماية البيانات اللي داتا سيكوريتي، وشفنا كيف نعمل انكريبشن ديكريبشن لإيميج، كيف نعمل انكريبشن ديكريبشن لسيكريت مسج طبعا باستخدام الإيميج أو الكلر إيميج as ايش برايفت كي. ظل عندنا موضوع في السيكوريتي اللي هو الداتا ستيغانوغرافي اللي هي عملية إخفاء البيانات في يعني البيانات في وسط آخر. طبعا البيانات ممكن تكون سيكريت مسج اخفيها في ايميج، او ايميج اخفيها في ايش انذر ايميج. هاي بنأجلها شويه، نبدا في بعض المواضيع المتعلق بموضوع الداتا اناليسز. ومن هاي العمليات المنفذه بالداتا اناليسز اللي هي بسموها داتا نورماليزيشن. طبعا الداتا نورماليزيشن حكينا لما استعرضنا الارتفيشال نيورال نتورك، في بعض الاحيان ممكن يكون الداتا حجمها او القيم تاعها كبيره. طبعا هاي القيم اذا كانت كبيره ممكن تؤدي الى حدوث خطا في حسبه الاوتبوت للنيورون، سواء كانت الاكتيفيشن فانكشن مستخدمه لوكسيج او تانسيج. وقلنا إذا كانت القيمة كبيرة لأنه بالمقام بكون في زائد E مرفوع على القوة ناقص الصميشن. الصميشن إذا كانت عالية كثير معناها الـ output أو calculated output للنيورون راح يكون دائما equal إيش 1. طبعا حتى نتفادى هاي العملية في شغلة بسموها الـ data normalization. داتا نورماليزيشن المقصود فيها اللي هو القيم الانبوت داتا تحول الى رينج ما بين 0 و1. طبعا ممكن تنفذ الداتا نورماليزيشن بطرق مختلفه او معادلات مختلفه. في هاي المعادله الاولى اللي هي القيمه ناقص المينيموم على الماكسيموم ناقص ايش المينيموم مضروبة في النيو ماكسيموم والنيو مينيموم. طبعا نيو ماكسيموم نيو مينيموم انا بحددها زائد ايش نيو مينيموم. هاي احدى الطرق المستخدمة. وهون طبعا الماتيريال هذا موضوع حطيته انا على شو اسمه على الموقع، ممكن تشوفوه. هاي احدى الطرق المستخدمة. في طريقة اخرى ممكن نستخدمها ل النورماليزيشن بسموها زد سكور نورماليزيشن. طبعا هاي القيمة راح تكون المساوية للقيمة الأصلية ناقص الوسط الحسابي على ايش الستاندرد ايش ديفيشن. طبعا هون القيم قيم الناتج او الاوتبوت داتا راح يكون ستاندرد ديفيشن تاعها مساوي لي ايش الواحد. هاي المعادلة راح نستخدمها لنا هلا في برنامج اللي هي النورماليز داتا، على أساس تكون الأوتبوت رينج محصور ما بين الصفر والواحد اللي هي X ناقص مينيموم X على الماكسيموم ناقص إيش المينيموم. بيطلع عندنا الزد اللي هي إيش النورماليز داتا. الستاندرايز داتا طبعا ستاندرايز داتا بتختلف عن نورمالايز. ستاندرايز داتا بيكون الوسط الحسابي او عفوا الستاندرد ديفيشن الى ستاندرد ديفيشن في المساوي الواحد. طبعا هاي تحسب بالشكل التالي اللي هي الستاندرايز داتا بدها تساوي الاول داتا ناقص الوسط الحسابي على الستاندرد ايش ستاندرد ديفيشن. طبعا كان احنا بسهوله نستخدم الماتلاب في حل هاي القضايا. في عندي برنامج، انا هذا البرنامج اوريدي حاطه، انا خلينا ناخذه هذا البرنامج اي كوبي. بيجي على الماتلاب File New Blank Paste.
انا حاطه البرنامج اوريدي في اللتر او في الماتيريال الخاص في الماده. طبعا عندنا كلوز اول، بعدين داتا عندي حاطه من عندي انا 1200 500 ناقص 3 1 الى اخره. عملنا بلوت للداتا تايتل اوريجينال داتا، بنطلع المينيموم والماكسيموم. الام 1 بتساوي مينيموم للدي، وام 2 ماكسيموم للدي، والنورماليز داتا بدها تكون عباره عن دي ناقص ام 1 على ام 2 ناقص ايش ام 1. بنرسم الداتا، بعدين الستاندرايز داتا بنطلع المين وبنطلع ستاندرد ديفيشن، والستاندرايز داتا بدها تساوي دي ناقص ام 3 على ام 4، وبنرسم ايش نعمل بلوت لهم. طبعا عندي انا الاوريجينال داتا كانت دي، وعندنا النورماليز داتا اللي هي دي ان، وعندنا ستاندرايز داتا اللي هي دي اس. هنعمل رسم نرسم لهم على الديسكتوب، اخليه اسميه xx1، هاي عندي الاشكال الداتا. طبعا هاي ال figure 1 هذا original data، هنسكر هاي هنا. بعدين figure 2، هاي figure 2 اللي هي normalized data. لاحظ القيم، القيم محصورة ما بين ايش الصفر والواحد. كانت القيم في الداتا الأصلية محصورة ما بين ناقص 600 و1000، صارت normalized ايش محصورة ما بين قيم ايش 0 والواحد. هاي عندنا الستاندرايز داتا اللي هي اساس الستاندرد ديفيشن اللي هو بيكون مساوي للواحد. القيم صارت محصوره ما بين ناقص 2 الى ايش 1.5. طبعا سواء انا عملت ستاندرايزيشن او عملت نورماليزيشن، هاي الداتا بامكاني انا اوريدي اذا بستخدم ارتفيشال نيورال نتورك راح تكون داتا مليحه، ما راح تؤدي الى ايرور، لانه قيم مالها القيم الانبوت او الانبوتس قيم مالها صغيره، والرينج تاعها من 0 ل 1، وهون الرينج تقريبا من ناقص 2 ل 1. بس مين اللي اكثر شيء اذا بستخدم الارتفيشال نيورال نتورك، عمليه النورماليزيشن كافيه لتفادي ايش عمليه الوقوع في خطا في الاوتبوت لاي نيورون. ها طبعا بامكاني هاي اللي عندنا الاوريجينال داتا، وهاي عندنا الستاندرايز داتا، وهاي عندنا ايش الاوريجينال. العمليه الثانيه اللي راح نستعرضها اللي هي بسموها داتا ريجريشن. انا حكيت عن الداتا ريجريشن. الداتا ريجريشن في لها استخدامات كثيرة، ومينلي بتستخدم في عمل بريدكشن. بمعنى آخر، إذا كانت عندي في انبوتس مجموعة، سواء كان one input variable أو more، ممكن أنا أطلع one output or more. طبعا هاي الاوتبوتس بتكون عبارة عن functions تعتمد على إيش الانبوتس. يعني إذا كان عندي واي متغير واحد، الريجريش داتا راح تكون عبارة عن بي 0 زائد بي 1 اكس زائد ايرور. طبعا البي 1 او بي 0 بي 1 هاي عبارة عن معاملات بسموها ريجريشن كوفيشنتس. طبعا ريجريشن كوفيشنتس مفروض هاي تحدد وتنبنى العلاقة واي بناء على هاي الكوفيشنتس وايش المتغير. ممكن يكون عندنا المالتيبل ريجريشن، ساعتها الواي بدها تساوي عندنا مثلا اكس 1 اكس 2 لغايه اكس بي، بي 0 زائد بي 1 اكس 1 زائد بي 2 زائد بي 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 بي
البي زيرو بيتا زيرو أو بيتا وان بيتا بي بي هاي عبارة عن الريجريشن كوفيشنز. الريجريشن كوفيشنز المفروض أنا أحسبهم طبعا باستخدام لغة برمجة مثلا زي الماتلاب. زي ما حكيت إنه هاي العملية ممكن إحنا نستخدمها في الـ prediction اللي التنبؤ بقيمة متغير، على أساس هذا المتغير بيعتمد على مجموعة من المتغيرات الأخرى. كونه في عملية prediction معناها بإمكاني أنا أستخدم الـ artificial neural network على أساس أعمل prediction للـ output. طبعاً هون في الـ artificial neural network قيم المتغيرات راح تكون هي الانبوتس، والبريدكتد فاليو او البريدكتد اوتبوت هو اللي راح يكون ايش اوتبوت. طبعا بالANN ما مش راح نحتاج لتحديد الريجريشن كوفيشنتس دايركتلي، بعطيني ايش قيمه البريدكتد اوتبوت بناء على المعطيات اللي ادخلتها. طبعا بعد ما أبني الـ Artificial Neural Network وأعملها Training وأشوف الـ Error، إذا كانت الـ Error Acceptable معناها ممكن هاي الـ Artificial Neural Network أستخدمها as a tool to predict إيش الـ to predict الـ output. طبعاً هون في عنا ممكن إحنا نحل الـ Regression بالماتلاب. عملية حله بالماتلاب سهلة، طبعا هاي الداتا موجوده هاي في برنامج، هاي الداتا حجم كبير من الداتا. طبعا اخذت انا اكس 1 اللي هو العمود الاول، اكس 2 العمود الثاني، الثالث، الرابع، وهم 6 1 2 3 4 5 6. بمعنى اخر هون في عندنا 6 متغيرات اللي هي كولوم 1 كولوم 2 3 4 5، والكولوم السادس بيعتمد عليهم. فاكس اخذت البعد الاول العمود الاول، الثاني اكس 2، الثالث، الرابع، الخامس، الواي اللي هي ايش السادس. هذولا حددنا احنا ايش الانبوتس والاوتبوتس. الانبوتس عباره عن 5 فاريبلز اللي هم اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5. الواي هي ايش الاوتبوت اللي بيعتمد على الفاريبلز من اكس 1 لايش اكس 5. طبعا هون اذا بدنا نطلع الريجريشن كوفيشنتس راح يكون عندنا 6 كوفيشنتس، المستقل زائد الكوفيشنت المرتبط باكس 1 مرتبط باكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5. فالواي راح تكون عباره عن كونستانت زائد الكوفيشنت الاول مضروب باكس 1، كوفيشنت الثاني مضروب في اكس 2، الثالث في 3، الرابع في الرابع، الخامس في الخامس. بنطلعها. طبعا عمليه استخدام الماتلاب سهله، بنعمل مستحدث هاي المصفوفه بهذا الشكل، فيها الكولوم الاول. طبعا هون السايز 200 للداتا، عدد الروز فيها 200. نستحدث كولوم فيها قيم في ونز، وبناخذ قيم اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5. بمعنى اخر بيكون عندي مصفوفه هون الكولوم الاول في القيم ونز، واكس 1 واكس 2 قيم اكس 3 4 5. بعدين نعمل عمليه قسمه عكسيه بس، اللي هي ايه بتساوي اللي هي المدخلات على الواي، فبيطلع لي هاي الكوفيشنتس. الكوفيشنتس اللي هي A0 A1 A2 A3 A4 A5 حسب عدد ايش المتغيرات. طبعا المتغيرات عندنا هون 1 2 3 4 5، معناها بيطلع عندنا 5 كوفيشنتس، والكوفيشنت المستقل السادس، والترتيب تاعهم بيكون الاول مستقل، بعدين الثاني معه مربوط مع اكس 1 وهكذا. بمعنى اخر واي شو بتساوي؟ Y1 بتساوي A1 زائد A2 مضروبة في X1 زائد A3 في X2 وهكذا زائد A6 في X5. بنطلع هاي الواي، هاي عبارة عن إيش اللي راح تكون predicted value، ممكن من خلالها أعطي قيم X1 X2 لغاية X5 وطلع قيمة إيش Y. معنى آخر كأنها الواي واحد صارت function بيعتمد على القيم
قيم المتغيرات الـ input variables اللي هي x1 x2 x3 x4. خلينا ناخذ هذه الداتا كلها. بامكانك عندك نفس الشيء تعملها في تطبقها على الماتلاب. انا بس نعملها كوبي. طبعا هاي الداتا بامكانك تسيبها بعدين, تسيبها وتشتغل. هاي دخلها انا كوبي. هاي كوبي على الماتلاب. هاي فايل نيو. هاي بيست. بس شكله هون في, خلنا نشوف اذا في. هي اهم شيء تكون هاي ال هاي ديباج سيف فايل سيف از الديسكتوب. احطه xx2 اسميه سيف بايرن. هاي عندي الناتج الكوفيشنتس طلعت مستقل. هذا المربوط في x1, هذا المربوط في X2, هذا المربوط في X3, هذا X4, هذا X5. نشوف البلوت. هاي البلوت. هاي لا شوية نعمل close all. نعمل CLC. نعود لنفس البرنامج. هاي عندنا البلوت. عندنا هنا رسمتهم في شكل واحد, الأحمر اللي هو الأوريجينال والأخضر اللي هو الريجريس داتا. طبعا في راح يكون في نسبة إيش, نسبة إيرور. طبعا هاي الإيرور ممكن تعتمد على الداتا, ممكن تعتمد على اشياء كثيره. ممكن انا اعدل او اضيف على الداتا لتخفيف الايرور, بس ممكن انا الايرور هاي اتفاداها اذا جيت حليت مشكله الريجريشن بايش, باستخدام الارتفيشال نيورال ايش نتورك. هاي مثلا عندنا ريك داتا انا مستخدمها هون. خليني انا انفذ البرنامج اخر. الريك داتا محفوظة. خلينا اول اشي نسيبها بدل ما اعملها احطها في البرنامج هون, واقول ايش سيف اسمها ايش هي ريك داتا. سيف ريك داتا. هاي كوبي. هاي بيجي هون على اساس ما احطهاش في البرنامج من جديد, فبعملها سيف بعدين لود بيست. اوكي هلا بيجي لبرنامجي انا. هذا البرنامج اللي بنيجي عليه اللي هو هذا البرنامج اللي هي باستخدام الارتفيشال نيورال نتورك. edit copy. I file new. I paste. I file save as. I سمي xx3 at desktop. هاي النيورال نتورك. هاي عندنا الكالكوليتد اوتبوت. ممكن كان خلينا نعملها من جديد. هاي كلوز اول هون.
كلوز اول. And then save and run. أو هاي برسمها شيء ما مشكلة. الكالكوليتد ممكن يرسمها من خارج هنا لأنه على الشكل هذاك. هاي مثلا بلوت يجي أخذها هاي هيك كوبي. أو الماتلاب نسويها I paste. ايش ما اخذ ال اي تي و جريد اون فيجر بدنا نستخدم لازم فيجر استخدمنا. نيجي على البرنامج تاعنا شكلها مش حاطين فيجر. هاي كلوز بلوت بعدين فيجر هون هاي فيجر. البرنامج طبعا عندنا التارجتس اللي هي التارجتس هاي القيم ال تي 1 وبنينا عملنا كرييشن للشبكه زي ما اخذنا احنا وبعدين بعد البارامترز بعدين عملنا ترين عملنا ترين للشبكة ونشوف تأكد من الإيرور إلى آخرها. مرة ثانية نعمل رن. هاي عندنا التارجت وعندنا إيش الكالكوليتد أوتبوت. طبعا هاي العملية راح تكون أدق من استخدام تعليمات الماتلاب. لاحظين تقريبا القيم متقاربة والإيرور ماله يعني الايرور قيمته صغيره جدا very close to ايش to zero. طبعا هون الشبكه المستخدمه فيها 3 layers. طبعا ممكن تعمل performance تاعها هاي الايرور ايرور تقريبا اللي هو بحدود 10 قوة ناقص بجوز 30 يعني around 10 ناقص 30 which is very small and close to zero. ونشوف ال regression. هاي عندنا الواي تقريبا مع جايه مع ايش الفتا. الارتفيشال نيورال نتورك حسنت في نتائج عمليه الريجريشن من خلال الحصول على output كويسة وبنسبة error very close to zero. طبعاً بظل لنا بعض المواضيع الأخرى بهمنا في data analysis. في موضوع clustering أنا حكيت عنه شوية. راح نحكي شوية برضه عن decision tree وراح نحكي عن الرول اسوشيشن وهي بنتركها للمحاضره الجايه ان شاء الله بنشوفها. ولحد الان يكفي. خلينا نعمل الستوب رننج او ستوب ريكوردينج. هاي ستوب ريكوردينج.